سجلنا هاد 24 ساعة 136 حالة مؤكدة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء ببلادنا 2024 حالة. هاد 136 حالة ديال هاد 24 ساعة 114 منها تم اكتشافها في محيط حالات أخرى، وبالخصوص واحد البؤرة أو بؤر كانت بعض الوحدات التجارية وصناعية وفي الوسط العائلي ديال بعض الحالات، حيث أنه وما دمنا في إطار الحديث عن المخالطين والبؤر فإنه تم إلى حد الآن تتبع 12192 مخالط، 5338 منهم لا زالوا إلى الآن تحت المراقبة الصحية، ومجموع 979 حالة مؤكدة من بين 2024 حالة المؤكدة إلى حد الآن تم اكتشافها عن طريق هذا التتبع الصحي للمخالطين. بالنسبة للحالات المستبعدة بطبيعة الحال بعد التحري والتحليلات المخبرية، هذا اليوم كانوا 222 حالة استبعدت، ليبلغ إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية منظومة الترصد الوبائي هو 8256 حالة مستبعدة. بالنسبة للوفيات، سجلنا مع الأسف حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة المسجلة ببلادنا والمتعلقة بمرض كوفيد 19 منذ بداية هذا الوباء إلى 127 حالة وفاة. بالنسبة لحالات الشفاء، سجلنا والحمد لله 12 حالة شفاء جديدة خلال هذه 24 ساعة، فيكون بذلك العدد الإجمالي للمتعافين تعافيا تاما 229 حالة ديال المعافاة. وفي الأخير، في إطار التفاعل والإجابة عن بعض الأسئلة عن المختبرات وعددها التي تقوم بالتحليلات المخبرية، فإننا نؤكد إلى أنه طبعا بالإضافة إلى المختبر ديال معهد باستور بالدار البيضاء والمختبر فيروسات بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبرات ديال المستشفيات العسكرية، وهناك المختبرات ديال 6 المراكز استشفائية جامعية، بالإضافة إلى 2 ديال المختبرات ديال مستشفيات شبه خاصة اللي أصبحت الآن بإمكانها وتساهم في إجراء التحليلات، وأصبحنا نقلص بطبيعة الحال مدة الإجابة وإعطاء النتائج ديال الحالات المحتملة لكي نعرف هل هي حالات مؤكدة أم حالات يجب استبعادها